أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم ببرنامجكم كلام للقلب. وحكايتنا لليوم تحت عنوان الخلاص. مو الخلاص من الخطية هي فقط الحقيقة اللي أعلنها إن الله بالعهد الجديد، لأن داود بالعهد القديم يقول لله: لتأتي رحمتك يا رب خلاصك. فكل من العهدين يحدثون عن هالأمر الضروري لحياتنا وعن المخلص الوحيد. فالخلاص يجي من نعمة الله علينا، يعني مو إحنا اللي ناله كمكافأة لأجل طاعتنا، لكن نتمتع به كعطية من رحمة الله. فالنعمة ما تطلب من عندنا ثمن الخلاص، لكن تقدمه كإحسان من رب الإحسان إنه. فالخلاص ينطينا كل شيء مقابل ولا شيء، وطبيبنا الصالح يعالج مرض الخطية مجانا. فالخلاص هبة من الفادي اللي أحبنا وقدم نفسه لأجلنا، وحيث يقول إن أشعيا في الكتاب المقدس: اشتروا بلا فضة. ليش؟ لأن عطايا أثمن من أن تقدر بمال أو أعمال. فالله ينطينا الهواء مجانا والحياة بدون مقابل، وينطينا أيضا الخلاص مجانا. ومثل ما هو خرير المياه يشبه صوت الموسيقى بالنسبة للإنسان العطشان، هالشكل تكون النفس العطشانة روحيا اللي تشوف بصوت الغفران المجاني أنهار مياه حية في البرية. وهالخلاص النالة بالإيمان، يعني مو علينا أنه نعذب نفسنا ونجاهد بقوتنا الذاتية حتى ننال الخلاص، لكن علينا أنه نؤمن بمن اشترانا وقدم لنا الخلاص، ألا وهو المسيح، لأن الكتاب المقدس يقول: من يؤمن به لا يدان. ومثل ما قال السيد الرب أيضا: توبوا وآمنوا بالإنجيل. وأيضا قال الرسول بولس: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. ومع أنه هالحق المفروض يفرح الكثيرين، إلا أن البشر ما يريدون مجرد الإيمان البسيط، وكأنهم يعاتبون النعمة لأنها كريمة أكثر مما ينبغي في تقديم الخلاص مجاني، بينما لو كان الخلاص بالأعمال لما خلص أي إنسان نهائيا، لأن الأعمال الصالحة اللي هي في نظرنا صالحة ما يشوفها الله بهالشكل، لأنها صادرة من قلب غير طاهر وشرير، ولأنه دوافعها غير نقية تماما. فإذا كان آدم بكمال الأول ما قدر أن يرضي الله في حياته، شلون إحنا نقدر نرضي الله اللي إحنا أصلاً ولدنا في الخطية؟ أخوي وأختي وكلام للقلب، الخلاص بالإيمان يفتح الباب على مصراعيه أمام من أغلق عليهم ناموس الأعمال، وهذا يدفع كل إنسان يهمه مصير نفسه الخالدة وحياته الأبدية أن يطلب من الله هالخلاص المجاني اللي تم إلنا جميعا عن طريق الإيمان بالرب يسوع المسيح وحده. حكايتنا لليوم انتهت، لكن نعمة الله وصلاحه ما تنتهي أبدا. نلتقي وياكم بحكاية جديدة وكلام للقلب.